الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم الدين. وبعد، الحقيقة سنجعل الحديث موجزا ثم نفتح مجالا لحضراتكم إن أحببتم أن تستفسروا عن شيء حول المحاضرة أو حول المعاني العامة. أنا أكد أولا قبل كل شيء بنهنئ حضراتكم بعيد الشرطة، كل عام وحضراتكم مصر كلها بخير إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبنلخص الحديث في ربما في عدة أسئلة يسيرة. السؤال الأول، لأني أحيانا يمكن أن يدخل الإنسان بعض الأسئلة الهامة، هل نحن على الحق؟ هل هذه الجماعات المتطرفة على الباطل؟ كيف نتعامل معها؟ ما لم تكن هذه الإجابات حاسمة وقاطعة، يمكن أن يهتز داخل الإنسان بعض النقاط. والذي يجب أن تتأكدوا منه، وهذا قلناه صراحة في مواقف حاسمة، ليس في مصر بالطبع وإنما خارجها، لأننا في مصر نبحث عن الحق جميعا، والذي نطمئن إليه أن الدولة المصرية ليست ضد الدين على الإطلاق، بل هي مع التدين الصحيح الرشيد. وكنت في إحدى الدول قريبا، وعلى مستوى عال طرحت قضية ما، فبالنص بالتحديد يعني أذكرك بس حتى أطمئنين، فقلت لمن طرح القضية بالنص: لعلمك لو انطبق الشرق على الغرب والدنيا بما فيها لن تسمعوا منا كلمة إلا ما يرضي الله عز وجل. وكان في جمع من الوزراء في لقاء مغلق طبعا، وكان إلى جانب الحقيقة عدد من الوزراء منهم وزير الأوقاف السعودي، فبعد كلمته قال كلمة، قال يعني حتى لو تنازلت في القضية دي لن يتوقف، سيطلب منك أن تتنازل فيما هو أكثر. فرد هذا المسؤول بالنص كده: مصر دولة قوية تقدر تقول لا. كان بيتكلم عن بعض الإملاءات في مجال معين، والسعودية دولة قوية تقدر تقول لا، هم بيستضعفون احنا، بالنص كده. قلنا له احنا بقى نقدر نقول لا في يعني في اي شيء ليس بصحيح، وانتوا تستندوا على ما ننتهي اليه. هذه المقدمه لتؤكد اننا عندما نتعامل مع القضايا الدينيه نتعامل معها بمنطلق ديني بحت. وهذا يمكن مما اضر بالخطاب الديني كما تعلمون، محاوله توظيف الخطاب الديني سياسيا او حزبيا. وفي فرق كبير جدا 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 بين ما نسميه التوظيف السياسي او الحزبي والتوظيف الوطني. فرق بين القضايا الوطنية وبين العمل الحزبي السياسي الذي يعمل لصالح حزب او جماعة او مجموعة او جمعية. العمل الوطني من صميم الدين، ولذلك نحن نفرق بين الخطب الوطنية والخطب السياسية. كل ما يخدم القضايا الوطنية هو من صميم الدين. وفي مجموعة إن شاء الله سنتيحها على موقع القطاع إلكترونيا، وهنترك منها مجموعة في المكتبات إن شاء الله بإذن الله بالاتفاق مع سيادة المساعد الشامبي، بتأكد على في كتاب من ضمن الكتب عملناها مخصوص اسمه الكليات الست. الكليات دي الأمور الأساسية التي ينبغي الحفاظ عليها.
وكان العلماء قديما يتحدثون عن 5 كليات: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. هذا الكتاب سميناه الكليات الست، وقلنا الكليات ست: الدين والوطن والنفس والمال والعقل والعرض. وبما ان الحديث كان على الكليات ليس آية قرآنية ولا حديثا نبويا، ما لوقت هذه الفقهاء؟ طب لماذا لم يذكر الفقهاء الأقدمون قضية الوطن ضمن الكليات؟ لأن لم يكن في عهدهم من يشكك في قضية الوطن. قبل ظهور هذه الجماعات كانت قضية الوطن قضية محسومة. لما جاءت هذه الجماعات وتابعتم حضراتكم من يصف الوطن بأنه حفنة من الطعام أو نحو ذلك، كان لابد من بيان أن الوطن ليس مجرد حفنة الطعام كما تسوق هذه الجماعات، بدليل لو أي حد أرجع من حضراتكم كده وكتب فرض العين وفرض الكفاية يلاقي أن الدفاع عن الوطن إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون فرض عين ولا يخرج عنهما. فرض كفاية في أوقات السلم والأوقات الطبيعية، بما أن رجال الجيش والشرطة يقومون بدورهم فهو عين عليهم كفاية على غيرهم. ولكن قالوا إذا دخل العدو بلدا من بلادنا وجب على أهل البلد جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا، على أهل البلد، ده إجماع جميع الفقهاء على مر العصور منذ بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى وين هذا، لم يشز عالم واحد، وجب على أهل البلد أن يدافعوا جميعا عن بلدهم ولو فنوا جميعا. لم يقل أحد إذا كان العدو كسر وخشيتم أن تهلكوا فروا بأنفسكم أو فروا بدينكم وانصروا الدين في مكان آخر، وإنما قال وجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم ولو فنوا جميعا. بمعنى ذلك أن الإنسان يفدي وطنه بنفسه. هذا الفداء يعني إذن الوطن مقدم على النفس، بدليل أن أنا بدفع النفس دفاع عن الوطن، فكيف يقال النفس من الكليات الأساسية والوطن ليس منها؟ وحماية الأوطان سواء من الناحية الشرعية أم من الناحية الوطنية أم من الناحية الإنسانية، يمكن أنا بعضكم ربما صلى معنا، لو حد فيكم صلى معنا الجمعة الماضية ولا كلكم؟ طيب بما إن ما تابعناش تبعتوش معنا أو يعني لم نصلي معا الجمعة، وعن قال لي في أي كبير ما كانش معنا، احنا أكدنا في خطبة الجمعة على نقاط: فضل الشهادة وفضل حماية الأوطان وطنيا وإنسانيا، وده المحور الأول. المحور الثاني عن الجماعات المتطرفة ونختم بيه. المحور الأول لم يعظم الإسلام شيئا مثل ما عظم قضية الشهادة في سبيل الله. وفضلا عن ما ذكره القرآن الكريم مما صار محفوظا لدى الجميع: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. كل من يدخل الجنة لا يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لكثرة ما رأى من فضل الله عليه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
وكان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون الشهادة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئنهم قال: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وفي غزوة بدر جاء بعض الناس يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وكان منهم رجل يقال له عمرو بن الجموح، وكان به عرج شديد، فجاء أبناؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله نحن نكفيه. فأخص له النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج. فلما كان يوم أحد أراد أن يخرج، فقال له أبناؤه: نحن نكفيك، لقد رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: منعتموني الخروج يوم بدر. لم يقل منعتموني الخروج فقط، قال: منعتموني الجنة يوم بدر، والله لا تمنعوني إياها اليوم. فذهب فقالوا: لقد رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال: نعم. فالرجل قال إيه؟ والذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخلها. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تقتل على الله يا عم، تقسمش على ربنا، يعني أنت حاجة مش في إيدك، وفعلا لابد أن تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. لكن شوف سيدنا النبي علم أن الراجل لا يقتل على الله، الراجل بيضحي بنفسه، وإنما يؤكد عزيمته. في مواقف معينة ممكن نبقى طالعين في مهمة خطأ جدا جدا، يجي واحد يقول: تعال نتعاهد على الشهادة، ليس معناها التهور ولا الاندفاع ولا عدم حساب المواقف، وإنما معناها العزيمة والتصميم على تنفيذ المهمة على أكمل وجه، حتى لو كان الأمر سيؤدي إلى الشهادة. هذا هو الموقف. فالرجل يقول: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أدخل الجنة. فسيدنا عمر بن الخطاب قال: لا تقتل على الله يا عم. فالنبي عايز يقول في الموقف ده بالذات، في الموقف ده، ده مش افتئات على الله، ده تأكيد على صدق النية. فقال له: دعه يا عم، دعه يا عم يا عمر، دعه يا عمر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره. دعه يا عمر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره. منهم عمرو بن الجموح، قال له ده منهم. واللي بيقسم على، شوف المواقف دي مش فقط لازم يبقى قائد كبير عشان ينال هذه الرتبة، قد يكون جنديا عاديا. صدق أهم شيء، صدق النية، لأن النبي قال: رب أشعث أخبر لا يقبه له، جندي صادق قاعد كده نيته مع ربنا، رب أشعث أخبر لا يقبه له، لو أقسم على الله لا أبره. منهم البراء بن مالك. إن صدق النية دي لهاش علاقة إلا بحاجة واحدة: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وفي واحد أعرابي أسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، فلما جاء وقت توزيع الغنائم أرسلوا له نصيبة من الغنائم، فحمل نصيبة ورجع لسيدنا، إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس ظنوا ان استقل حصته، يعني ما رجعها لانها قليله. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولا على هذا هاجرت معك، ولا على هذا قاتلت معك. وهم يظنون أن الرجل يستقل ما دفع إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلام اتبعتني، وعلام هاجرت معي، وعلام قاتلت معي؟ قال: اتبعتك وهاجرت معك وقاتلت معك، وراح أشار إلى عنقه على أن أقاتل معك، فأرمى بسهم ها هنا ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. ولم تمضي سوى أيام قليلة حتى كان لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فقتل الرجل قتال الأبطال حتى لقي الله شهيدا. فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه بعد المعركة، فنظر إليه وقال: أهو هو؟ يعني ده بدليل كمان ان الرجل ده ما كانش من اعلام الصحابة، لو معروفين كان قال هذا عمر، هذا ابو بكر، هذا علي، انما ده واحد من عامة الجند. فقال: اهو هو، هو ده الرجل اللي جاء قال؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد السهم في نفس المكان الذي اشار اليه عندما قال: أرمى بسهم ها هنا ها هنا، فوجد السهم في نفس المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، اللهم إن عبدك هذا خرج في سبيلك فقاتل في سبيلك فمات شهيدا وأنا على ذلك شهيد. أي شيء أعظم من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق الله فصدقه الله، مات شهيدا وأنا على ذلك شهيد. ويقول رب العزة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم إن قضية الدفاع عن الأرض والوطن والعرض والكرامة لو لم يأتي بها دين، لو هي مش دين فهي قضية إنسانية. بدليل أن العرب في جاهليتهم وقبل الإسلام سمعنا لهم بطولات فائقة في الدفاع عن قبائلهم وعن أعراضهم وعن أوطانهم، حتى أن امرأة عربية استشهد أو قتل، لأن ده في الجاهلية، قتل لها 7 من أبنائها في معركة واحدة. لم تسأل إلا عن شيء واحد: هل قتلوا مقبلين في نحورهم أم قتلوا مدبرين في ظهورهم؟ ده اللي كان يعنيها، ولذلك كانوا أبطال ولا جبناء. فقيل لها: ماتوا مقبلين طعنوا في نحورهم. فقالت: أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، ولم يبتغوا من خشية الموت سلما، ولو أنهم فروا لكانوا أعزة. هم 7 آباء قبيلة كبيرة، أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما،
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ولكن أو صبا على الموت أكرما، ولكن أو صبا على الموت أكرما. وعمر بن كلثوم لما تعرضت أمه لمحاولة إهانة قال لعمر بن هند: أبا هند فلا تعجل علينا، ومهلنا نخبرك اليقين، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. وهذا عن طه العبسي الشاعر الجاهلي المعروف بقصته الشهيرة، يقول: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عن طه أقدمي، يدعون عن طه والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بصخرة نحره ولبانه حتى تصربل بالدم، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي، لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتزامرون أي يتدافعون، كررت غير مزممي، أقبلت لا ألوي على شيء. وأحدهم في معركة كده لقى نفسه لحظة كده، احنا بشر، لحظة تردد، فقال: أقول لها وقد طارت شعاعا، بدأت ترتبك، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي. شوف البيت اللي جاي: فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، مش هتاخد يوم زيادة. ولذلك واحد كان يقول حكيم أفر ليه؟ بقول في أي يومية من الموت أفر، بقول أنا بين يوم الاثنين، في أي يومية من الموت أفر، أيوم لم يكتب أم يوم كتب، حاجة من الاثنين. لو الموت مكتوب أينما تكونوا يدرككم الموت، يوم يبقى مكتوب لمن جت منه، ويوم ألا يكون مكتوبا والله لو الدنيا كلها بتحاربك واقفه في سكتك، فبقول انا هفر ليه؟ لو الموت مكتوب لن انجو، ولو الموت مش مكتوب هنجو من خرم ابره كما يقولون. في اي يوميه من الموت افر، ايوم لم يكتب ام يوم كتب. فهذا كان يقول: فانك لو سالت بقاء يوم على الاجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. حدش هيخلد، إن اليوم وإن غدا، ولا ثوب البقاء بثوب عز، فيطوي عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاعي. بل إن واحد كان بيقول، علي محمود طه الشاعر المصري أحدهم كان يقول، عفوا علي له قصيدة تانية: فإما حياة تسر الصديق وإما مماتا، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. فإما حياة تبقى حياة قوية، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء، اللي هو الموت بعز وموت بشرف وشموخ وإباء. أخي أي يقول مع تعديل القصيدة: أخي أيها المصري الأبي لنحمل الكنيسة والمسجد. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا،
ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق يصر أو عدو يحزن. فقضية الدفاع عن الوطن هي قضية دينية ووطنية وإنسانية وقضية عزة وإباء. ثم إنهم قالوا من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ونقول ومن قتل دون وطنه فهو شهيد. وإذا كان الإنسان اللي يموت في الدفاع عن عرضه هو شهيد، طيب إذا مات في الدفاع عن عرض غيره فهو أعظم شهادة وأعظم نبلا. دي المروءة. يعني إذا كنت أنت بتدافع عن عرضك الشخصي ومت أنت شهيد، طيب لو أنت بتدافع عن عرض الآخرين هذا أكثر نبلا وأكثر مروءة وأعلى درجة. طيب لو أنت بتدافع عن مالك أنت شهيد، طيب لو بتدافع عن مال الآخرين أو مال الدولة أكثر نبلا وأكثر مروءة وأعظم ثوابا. طيب أنت بتدافع عن نفسك أنت شهيد، طيب لو أنت بتدافع عن نفوس الآخرين أكثر نبلا وأكثر شهادة، لأنه ده أعلى إنسانية، والدين مرتبط بالإنسانية. واحد بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن جاء من يريد أن يجتاح مالي، واحد عايز ياخد مالي بالقوة، النبي قال له لا تعطه تديلوش، قال له فإن قتلني ما يدمكش وسيلة داخل خلاص أنا مش عايز أقاتل، بس هو هياخد بالقوة. أرأيت إن جاءني من يريد أن يجتاح مالي قال لا تعطه، قال فإن قتلني قال قاتله، قال فإن قتلني إن أنا اللي قتلت قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار. فالدفاع عن المال عن العرض عن النفس شهادة. أعلى منه بقى وأنبل منه إنك أنت تكون مش بتعمل ده كمان ليك، بتعمله لحد ضعيف لنصرة الضعيف والمظلوم. وإذا وجد الناس ضعيفا أو مظلوما ولم يدفعوا عنه فإن اللعنة تصيبهم جميعا. ومن هنا حفظ أمن المجتمع أيضا من فروض الكفايات الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإسم عن الجميع، فإن لم يقم به أحد أسموا جميعا، لأن رفع الظلم عن المظلومين أمر شرعي. هذا هو الجانب الأول في قضية الشهادة، قضية الوطنية، قضية النبل والشهامة والمروءة، قضية الحمية للدين والعرض والوطن والمال والكرامة. أما في الجانب الآخر فعن دراسات عميقة، وأنتم طبعا يعني من عمل منكم في مجال التعامل مع طبيعة الجماعات يدرك أكثر من أي أحد آخر أن القضية لديها ليست قضية دين، وهم بين أمرين، بين عملاء مأجورين خونة، وبين جهلة مغرر بهم، ولا يخرج الأمر عن أحد هذين الأمرين، إما قيادات تنظيمية مستخدمة، وهؤلاء خطر على الدين والدولة، مش على الدولة فقط، خطر على الدين والدولة. وفي آخر كتاب أصدرته بنات وهدامون، وكتبت في أكثر من مقال نشر في صحيفة الأعرام وفي غيرها، أن هذه الجماعات خطر على الدين والدولة. على الدولة لأنها أداة مسخرة في أيدي أعدائها أعماها الطمع والمصالح الشخصية، وغلبت المصالح الشخصية
على أي اعتبارات دينية أو وطنية أو إنسانية، وما بين جهلة مغرّة بهم صاروا خلف هذه القيادات العميلة الخائنة، وخطواتهم على الدين لا تقل عن خطواتهم على الدنيا لسبب معين، لأن دول شوهوا صورة الإسلام وشوهوا صورة الدين، وأصبحنا نحتاج إلى جهود مضنية حتى نصحح هذه الصورة في الخارج. يعني يمكن لو جاء أي حد الآن، يعني أنا أقول نقطتين، من اللي استفاد أعداء الأمة وعلى رأسهم الصهيونية. ليه؟ بدل ما كان صوت الصهيونية أو الجندي الصهيوني هو الإنسان اللي بيقتل الأطفال وبيسبي لك، بس ما تكلموناش على الأطفال، شوف أدي المسلمين بتوعكم. ولما تيجي تقول لواحد الإسلام، الإسلام مين يعني، يقول لك عايز إسلام مين، إسلام داعش ولا إسلام القاعدة ولا تقول له عمي الإسلام مش كده، يقول لك طب ما تصلحوا نفسكم الأول قبل ما تكلمونا عن الإسلام، صلحوا نفسكم قبل ما تكلمونا. ولو انت جيت لأي حد بحيادية مطلقة ما هوش مسلم، واللي بيسمعه في الأخبار والنشرات واللي بيشوفه أعمال الجماعات المحسوبة ظلما ظلما على الإسلام، لو انت بالله عليك قالوا لك أي دين بقى، أي دين تاني، أتبعوا بيقتلوا بعضه بيقتلوا بيفجروا، ويقول لك ده دين، تقول له الدين ده عامل بيه ايه؟ يعني لو واحد قال لك هو ده الدين تقول له طب الدين ده، يا عم الدين مش كده، ده الناس، طب ما تصلحوا نفسكم الأول. ولذلك الأمر مهم جدا، قلنا لن يحترم الناس ديننا، لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا. خلي بالكم دي مهمة جدا، لن يحترم الناس ديننا، لأن هو الدين يصلح، الدين جاي يعمل إيه؟ لمصالح البلاد والعباد، الدين جاي يصلح الناس. طب لو أنت ما تصلحتش وبلدك ودولتك والدنيا ضيعة ولا في قيم ولا في أخلاق ولا في شيء، الناس هتقول لك طب ما أي دين هذا اللي أنت تدعونا إليه؟ لن يحترم الناس أمور ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا. فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. أنا الحقيقة راجع من إحدى الدول منذ الأسبوع الماضي، وقام مفكر كبير جدا وهو في عاصمة إحدى، يعني كان بيقول أنا هنا في نواكشوط، كنت في موريتانيا يعني، فبيقول أنا بستغرب إحنا هنا بتوع الدين وموريتانيا 100% مسلمين وبتوع الإسلام، يقول أنا لو سبت حذائي في الجامع ما بلاقيهوش، وإذا كنت في بعض العواصم المتقدمة أسيب المحمول أرجع عليه مكان. وأنا بستغرب إحنا الدين بتاعنا عمل فين، إيه اللي وصلنا لكده، إن أنا لو سبت حذائي في بلد عربية أو بلد مسلم ممكن أطلع ما لقيش الحذاء في الجامع، في حين إن أنا في بعض الأماكن أنسى شنطتي أنسى المحمول أرجع عليه زي ما هو، إيه اللي وصلنا لهذا؟ قلت له لأن الجماعات اللي هي الجماعات اللي استخدمت الدين لأغراضها، جماعات الإرهابية والمتطرفة، أكزت كل همها على الولاء التنظيمي، إنك طالما عندك ولاء للجماعة ممكن تغض النار الطرف عن أخ، الولاء يكذب مش مشكلة بس يبقى معانا، يعمل أي حاجة يقول لك إيه إحنا عندنا هدف أكبر وفي سبيل الهدف الأكبر، يقول لك لما نحقق الخلافة أو نحقق الحكم هنصلح الناس، إحنا نبدأ من فوق، يا عم نبدأ من تحت، يقول لك 100 سنة بنبدأ من تحت وما عملناش حاجة، إحنا لازم نبدأ من فوق. فهو في مقابل أن يوصل لتحقيق هدفه في الاستيلاء على أنظمة الحكم في أي بلد، ممكن يقبل من أتباعه أن يكذبه ويستحل الكذب، يقبل أن يقتل بعض الناس زي ما كنتوا عارفين وعشان يعمل أزمة ويفجر مشكلة، يعمل أي شيء في مقابل أن الغاية عنده تبرر الوسيلة. وكان لا يعنيهم فئة، لو أنت رجعت وأنتوا ممكن تتلقوا تحت ده، لو لقيتوا كل الكتب اللي اتكتبت في هذه الجماعات بتلاقيها بتركز على قضايا محددة، الولاء والبراء، الانتماء، الولاء التنظيمي، حماس
الشباب ودراسة يعني كمان تصوير الإسلام على إنه دين جاء إلى الغزوات وجاء يعني تشويه معنى الجهاد في الإسلام. وبالمناسبة وانتوا حتى لقينا بقى الغزوات بدل ما كانت تبقى غزوات الجهاد القتالي عندهم بدأت كمان تبقى سبيكتور، ما طلعت الراجل قال غزوة الصناديق بقت كله غزو، مع ان في كتاب هنا انا سايبه في المكتبة ان كلمة غزوة غزوة كمصطلح كغزوة لم تأتي في القرآن الكريم ولا مرة كمصطلح، لم تأتي كلمة غزوة. القرآن سماها ايه؟ يوم ويوم حنين، يوم الفرقان. وعند القدماء والكتاب والمؤرخين تسمى أيام العرب في الجاهلية وأيام العرب في الإسلام، وأنا سميتها أيام ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه. طب إزاي ده نيجي؟ أنت بعضكم كان يسمع كده، وأكيد خش أي كتاب سيرة أو كتاب تاريخ أو اكتب على جوجل غزوة الأحزاب يطلع لك غزوة الإيه؟ الأحزاب. طب إيه اللي حصل في غزوة الأحزاب؟ الكفار من كل بلد اتجمعوا وجاءوا ليستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والدولة المدينة بالكامل. طيب النبي عمل ايه؟ ما كانش يقدر يواجههم لان عدد المسلمين كان ايه؟ كان عملوا ايه فاكرين في غزوة الاحزاب؟ الخندق، يعني حفروا خندق عشان يمنعوا. طيب في الحالة دي بمفهوم اللغة والعقل مين اللي غزا مين؟ النبي اللي طلع غزاهم ولا هم اللي جم غزوا؟ والنبي كان بيدافع عن نفسه، بيدافع بدليل انه بقولك عملوا الخندق. يعني يبقى دي تبقى دي تسميها غزوة ازاي؟ تيجي في غزوة بدر مين اللي جه؟ النبي اللي راح لهم مكة ولا هم اللي جوا المدينة؟ وفي غزوة احد، يبقى كلمة غزوة بمعنى اللي صورته الجماعات عشان تهيج الشباب وتحمسهم بقولك لم ترد في القرآن الكريم مرة واحدة. وفي كتاب سبناه هنا اسمه فلسفة الحرب والسلم والحكم، أن الحرب في الإسلام حرب دفاعية، سواء كان الدفاع أساسي أو كان الدفاع متقدم أو عدا لخيانة أو لتآمر. حتى في يوم مكة، يوم فتح مكة، قريش هي اللي خانت العهد وهي اللي غدرت وقتلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة خزاعة، والرجل جاء يستجد بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، فانصر رسول الله نصرا أمجدا. قتلوا حلفاء خنعه، ولما النبي راح واحد منهم قال اليوم تستحل الكعبة، قال لا اليوم يعظم الله الكعبة. واحد قال اليوم يوم الملحمة، النبي قال له اليوم يوم المرحمة، وقال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ده الإسلام. إنما هو عشان يحمس الشباب الغزوات وبدأ ياخد مفاهيم محددة يربي عليها الشباب دون أن يربيهم على القيم ولا الأخلاق ولا الإيمانيات. فإحنا محتاجين تاني نعود إلى القيم والأخلاق والأدب، ونعود إلى المعاني، ترسيخ المعاني الإسلامية السامية. فهذه الجماعات أضلت بصورة الدين وأضلت بصورة الدولة. والحقيقة في نقطة مهمة هختم بيها واسيب المجال. صحيح احنا كلنا، وبما ان حضراتكم يعني في قطاع السجون، مهم جدا دايما وكلنا سواء خلفيتنا الدينية او الوطنية او بقيمنا او بمبادئنا، مع احترام آدمية الانسان كإنسان، ولكن نقطة خطيرة جدا أن يتحول، ودي برضو الخيط الإيه؟ الأمور الدقيقة اللي هي محتاجة تدريب من حضراتكم للشباب اللي هو داخل جيل مهم جدا. فرق كبير جدا بين احترام آدمية الإنسان وبين التعاطف مع المجرم. ولابد أهمية المحاضرات دي وبالذات للمتعاملين بصورة مباشرة مع المحكومين او المحكوم عليهم امر في غايه الاهميه لسبب معين. لابد ان نحصن
أبنائنا بالفكر السليم ويتأكدوا إن إحنا صح وإن إحنا على الحق وإن هو بيدافع عن قضية عدلة وإن هذه الجماعات جماعات مجرمة بجد وإنها خطأ على الدين وعلى الدولة، مش فقط خطأ على الدولة ومش خطأ على الدين، والله خطرهم على الدين أشد من خطرهم على الدولة، لأن دول بيضعف بيخليك بص بدل ما كنت بتقول إحنا الإسلام السماحة وإحنا الرحمة وديننا دين الرحمة ودين الإنسانية، لما تطلع تخاطب واحد يقول لك فين الإنسانية اللي عندكم دي؟ وأنت أهو بتحرقوا الناس أحياء زي ما حققوا الطيار الأردني وانتوا بتدبحوا الناس بإجرام وبلاح فين الإنسانية بتاع الدين؟ ولأني كمان الإصرار على وصفهم بالإسلاميين والجهاديين وجماعات الإسلام السياسي ده متعمد، يقول لك الإسلاميين عشان يقول لك هو ده الإيه الإسلام، دول مش إسلاميين، ما فيش واحد يستبيح قتل النفس يستبيحها كده بهذه الطريقة الوحشية. يا أخي ده شوف النبي بيقول لك إيه، أدي ديننا الحقيقي، دخلت امرأة النار في هرة ما قالش لقتلتها ولا حرقتها ولا عذبتها، حبستها، ده هي كمان ما كانتش قصدها تموتها، ده ممكن تكون بس نسيتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رزق الله. واحد يحرق بني آدم حي، واحد يذبح الناس بالرحمة ويقتل الأطفال ويهتك الأعراض، ده دين إيه؟ وتقول لي من يستبيح قتل الناس والتمثيل بجثثهم وبيهم؟ وأظن يعني من يستدعي إلى الذاكرة ما حصل مثلا في أحداث كرداسة، وطبعا عليها رحمة الله مناظر لا يمكن يتحملها العقل البشري ولا يمكن تصدر لو حيوانات ما تعملش كده، والتمثيل بالناس ويطلب ميه يدوله ميه، بالله عليكم ده دين جاي منين ده؟ اللي يلاقي بني ادم يشرب شويه ميه فيديله ميه نار، ويعني اي دين هذا؟ ده دول اضروا بالدين. فلما تيجي واحد تقول لك يا عم اهو ادي الدين اهو، فوصفهم بالاسلاميين خطا على الدين وسب للدين، وصفهم لما تقول الجماعات الجهاديه غلط، لان الجهاد مش كده ابدا، ده اجرام، انما الجهاد ده دفاع زي ما قلنا عن المال، دفاع عن العرض، دفاع عن الوطن، دفاع عن الدين، دفاع عن المظلومين. يبقى اللي لا ينفع وصفهم بالجماعات الاسلاميه ولا الجهاديه ولا جماعات الاسلام السياسي، عارف ليه جماعات؟ لانك اولا اللي بتقول جماعات الاسلام السياسي حاجتين، برضه كانك حاسبهم على الاسلام وهم مش على الاسلام خالص، وحاسبهم على ان داخله في سياسي، جماعات الاسلام السياسي يعني اصحاب قضيه سياسيه، هم مش اصحاب قضيه سياسيه ابدا ولا قضيتهم سياسيه. وحتى كمان بعضهم يقول لك المتمردين ليسوا متمردين، دي الوصف الطبيعي الجماعات الارهابيه، لان هي اللي بتحاول الاستيلاء على الحكم عن طريق ارهاب وتفزيع وترويع الامنين والمجتمع. ففي فرق بين، لازم لابد ان نفرق بوضوح شديد بين حق الانسان كانسان في المعامله الصحيحه او الكريمه، وبين التعاطف مع هذه الجماعات الضاله المجرمه. اضافه حاجه تانية، الى ان بعض هؤلاء للاسف الشديد طبعا دربوا تدريبا كبيرا وتثقفوا بعضهم بثقافة يعني دينية خاطئة، وأصبح عندما يكون من يتعامل معه لا يمتلك الثقافة الدينية الكافية أو الوعية، ممكن للأسف الشديد يتأثر ببعض مع الوقت. وطبعا يعني معذرة، يمكن لبعضهم أن يستدرجك بمعسول الكلام وبلطيف، لكن لو انت طلع براها اول واحد يقتله انت، يعني هو بيحاول يستعطفك الى جنبه، لكن هو في النهاية بالنسبة له يعني لو يعني مجرد يعني، لانهم الان هذه الجماعات اخذت بمنهج الشيعة في قضية التقية، في موقف الضعف هو يظهر لك ألين الجوانب وأنه مظلومين. وطبعا للأسف هذه الجماعات اشتغلت على قضية المظلومية لفترة طويلة، إنما الحقيقة الحزم مع الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة
وعدم، وحتى يمكن اقول لحضراتكم حاجه مهمه، الكتاب اللي مع حضراتكم ده الصغير ده اللي هو ضرائب الارهابيين، عملنا الى حاجه. كان زمان بعض الناس لما يجي يعمل رد على الجماعات الارهابيه يجيب كلامهم الاول كامل ويرد عليه. اللي ما عندوش ثقافه دينيه كافيه ممكن وهو انت بتسمع كلامه يتاثر بيه. فاحنا عملنا ايه؟ جبنا مثلا اقول قضيه الجهاد ونرد، احنا يقول انهم يفهمون الجهاد فهما خاطئا. ولتصحيح ذلك انا اقول لك ما ينفعش نجيب كلامه، لان لو سمعت كلامه مع بعض الناس اللي ما عندوش ثقافه دينيه كافيه واعيه ممكن تلبس في ذهني هذه الايه، هذه الشبهه. ولذلك الحقيقه يكون انا ببقى شايف ان مهم جدا جدا عدم السماح لهم بالتحدث على الاطلاق مع اي من يعني انت ما تسمحلوش اكلمك في الدين من اساسه. لان انا في مره كنت زمان وانا معيد باجي اراقب على الولاد اللي هم كانوا مسجونين، ففي ولد منهم عايز يغش. قلت يعني طب يعني الدين بتاعك راح فين وانت عايز تغش؟ فسالت سؤال والله، وكان المفروض يمتحن في القران كله، مش حافظ جزء عام، والله ما حافظ جزء عام. فسالته ما جاوبش، قلت له يا ابني امال انت داخل هنا ليه؟ ايه القضيه اللي انت صاحبها؟ ما هو صاحب القضيه ده يعني واحد فاهم وعنده فكر. وللاسف الشديد هما ما بين مجموعه من الجهله وما بين مجموعه من المنتفعين اللي عنده علم لكن باع نفسه وباع علمه وباع ثقافته وممكن عنده علم كويس بس الخيانه والعماله والتنظيم. والحقيقه كنت انا دايما للاسف اقول دايما في حاجات كده، مثلا يقول لك الداخل مولود الداخل مفقود والطالع مولود. انا مع الجماعات الارهابيه للاسف اقول عندهم الداخل مفقود والطالع مفقود، لانه ما بيسمحولوش يطلع، وانتوا اظن عارفين ده كويس. لا، وفي مقال كنت كاتبه دولة الاخوان الاقتصادية، الولد اول ما يدخل ياخدوه من بدري قوي. وذلك احنا بدأنا نركز على موضوع الكتاتيب وموضوع يعني التحصين المبكر للناس، ياخده من بدري قوي. ويبدأ ازاي؟ يبدأ الولد يجيبه وهو لسه صغير ياخده، فيبدأ معاه بما يرسل رسالة الطمأنينة للأسرة، يقول له بص تعامل والدتك كويس، تقوم الصبح تقبل ايدها وتقول لي قبل ايد ابوك. فالولد يبدا يقبل ايد ابوك، الولد بس ما شاء الله ربنا هدى، فهو بيطمنها انه في ايد ايه؟ امينه. واطيعوا الله واطيعوا الرسول وتصلي وتنتظم وتزكي كويس. بعد كده واقول الامر منكم، قول الامر المرشد او رئيس الشعبه هو ده كلامه اللي بالنسبة له يمكن أن يجادلك في القرآن الكريم لكن ما يجادلكش في كلام رئيسه، لأنه بيشتغل شغل خطير جدا على قضية الولاء الإيه؟ التنظيمي. بعد شوية يبدأ بقى يجوزوه منهم، واحد يتجوز أخته بحيث يحاصر بمحاصرة. فلو جاء فكر يطلع مراته تسيب له بيته تمشي، والعيال والولاد واقفين في ضده لأنهم أخوانهم، واخته جوزها يبعتها له. واحيانا يدخلوهم بقى الاهم بقى، عارف نفس لو حد فيكم يدرس تاريخ الجامعات دي يلاقي بياخدوا اعمال اليهود بيطبقوها الصهاينه 100%، تلاقيهم مع بعض زي عيله كده، يشتغل حديد من واحد منهم ويشتغل يعني يتعاملوا مع بعض عشان يقووا بعض اقتصاديا. والفلوس بتاع الجماعه اللي بتتجمع تتعمل بها مشاريع للعناصر. فهو لو فكر يطلع يلاقي تخرب بيته، الشركه واخدين عليه شيكات واللي متعاملين هيقطعوه وهم زباينه. فانا اقول لكم في مره والله العظيم مفيش هقول اسماء برضه عشان ما اكونش حد من المحسوبين على القيادات السلفيه الكبيره، فاتكلمناه في مره في قضيه شرعيه هو مقتنع بيها. كنا بنتكلم في زكاه الفطر، هل زكاة الفطر في رمضان تطلع حبا احسن نطلعها فلوس ولا احسن نطلعها رز وشعير وفاصوليا والكلام ده؟ باختصار دي قضية طويلة عشان انا عندي ارتباط محاضرة الساعة واحدة هنهي بداية القضية. بالنسبة له
احنا شرعا بيقول ايه؟ قضية طويلة تحتاج محاضرة. اللي فيه مصلحة الفقير تعمله. يعني لو كان الفقير احسن له فلوس تديه الفلوس، احسن له الرز اديه الرز. بمعنى انت عند الحرم بتروح تجيب شكارة الرز ب30 ريال، بتديها للراجل بيرجعها لنفس السوبر ماركت ب15 او ب20 مع كمان كسوف وبيعمل حاجة غلط وشايلها، يبقى مين اللي خسر؟ الفقير. وانتوا عارفين الفريد وقت لو انت ادت له لوبيا وعدس مش هياكل ده كله، هيبيعه ربع الثمن لان الناس عارفه ان لمه، او بنص الثمن. يبقى مصلحه الفقير ان انا ادي له ايه؟ فلوس. طيب لو الفقير ده مش كويس، واحد فعاس واحنا عارفين مش هياخد الفلوس يشرب بيها بنجو، يبقى انا في الحاله دي الاحسن ان انا ادي له ايه؟ طعام. طب يقول لك ما هياخده يبيعه. يا سيدي ادي لزوجته. طب ده ممكن يضرب زوجته وياخد منها. يبقى اطبخ الاكل ووديه لمقاطم مطبوخ مش عارف يبيع المطبوخ، اكسله عياله. يعني ابحث عن ما فيه مصلحه الايه؟ الفقير، وده ما يحقق الهدف. فقعدنا مع واحد واقتنع 100% ايهما اصلح قال كذا. لكن بما اني جمهور الجماعه السلفيه بيتكلم في النقد، وجمعيات لا مصالح تجمع، وجمعنا الرز وجمعنا البتاع، فهو لو قال مع انه مقتنع، لو قال الكلام ده يخسر الجمهور بتاعه. فهو عنده الحفاظ على الجمهور اهم من الحكم الشرعي. اهم حاجة احنا بتعمل ايه؟ الناس عايزة ايه؟ اللي يجمع الناس. انا لو قلت كده هيبقى الجماعة يقولوا عليا مش سلفي، واخسر الجمهور السلفي اللي انا بسترزق واكل عيشي كله من وسط الجماعة دول هخسره. يبقى انا ما بقولش الحقيقة حفاظا على الجماهيرية او على الشعبية او على المكسب. فهذه خطوة الجماعات. ولذلك اخطر شيء العالم المؤدلج، المثقف المؤدلج، يعني اللي منتمي ايديولوجيا لجماعة، لان مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة. هو عينه ما هو الجماعة، هو مصلحته مش مع، هو شايف مصلحته مع المجموعة دي، فهيقول اللي يرضي الايه؟ المجموعة دي. ولذلك العالم المنتمي، واحنا عشان كده بنقول لا مكان على المنبر لاي انسان ينتمي الى اي جماعه، اي جماعه كانت. انا شايف ان كل الجماعات اللي هي بتلبس لباس الدين خطر على الدين والدوله. فعشان كده اقول ايه؟ لانه هو مصلحه الجماعه بتاعته فوق مصلحه الدوله. طب تخيل بقى لو ان بقى قبل كده كنت، ولذلك حتى بدانا حتى اسم المساجد شلنا غيرنا اسماء المساجد، وانه ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، لا عايزين جمعيات ولا جماعات. تخيل مثلا لو اسم مسجد جماعه سلفيه او اخوانيه، هتلاقي الجماعه الصوفيه لك دول بيكفرون مش هنصلي عندهم. احيانا تلاقي اسم طريقه صوفيه، ده لك يا عم لا ده الجماعه لا. يبقى انت خلي الجامع بتاع ربنا، مش بقى دول جوامع الاخوان ودول جوامع السلفيين ودول جوامع ما ينفعش. المسجد ده بيت ربنا وللجميع. الذي نؤكد عليه أننا أصحاب قضية عادلة، نسترد خطابنا الديني من مختطفيه، الدفاع عن الأوطان، الدفاع عن الأوطان جزء من صميم عقيدتنا. هختم بنقطة مهمة، وأنا كنت بتكلم كنت أقول لهم عايزين نعيد نفهم ديننا فهما صحيحا. كانت الناس زمان لما تقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما فاهم بس ان علم الدين، لا علما ده نكعة. وذلك كنت اقول الجملة اللي انا قلتها، لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في امور ايه؟ دنيانا. فان تفوقنا في امور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. وذلك كنا نقول ان ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، وثواب تعلم الصيدلة او الهندسة لا يقل عن ثواب تعلم التفسير او الحديث. طيب ايهما اعلى ثوابا؟ من الافضل ابقى اخذ ثواب اكتر؟ صحيح في اساسيات الدين لازم نتعلمها كلنا، اصلي ازاي واصوم ازاي واحج ازاي، اساسيات الدين على كل انسان مسلم يجب ان يتعلم اساسيات الدين. لكن تفاصيل بقى العلم المتخصص، لو الامه محتاجه فقهاء يرجعوها للدين الصحيح وعندها اطباء بزياده وصيدله، يبقى الثواب الاعلى ان انا اتعلم الفقه. طيب لو انا عندي فقهاء كافيين بس ما عنديش اطباء،
يبقى الثواب الاعلى ان اتعلم الطب واسد حاجه الامه في الطب. لو ما عنديش مهندسين او فيزيائيين واحمد ربنا في التنوع وصدق النيه مع الله، انا بقى لو انا اخدم ديني واخدم بلدي هخدمها في اي موقع كان، اتفوق في المكان الذي انا فيه. وربنا قال فلولا نفع من كل فرقه منهم طائفه اللي يتفقهوا في الدين. طائف طب والباقيين جماعه تروح الطب وجماعه تروح الشرطه وجماعه تروح الجيش وجماعه تتعلم الهندسه وجماعه تتعلم الفيزياء عشان تتقدم الامم. طب لو الامه كلها بقت مشايخ، مين اللي هيعالجها ومين اللي هيزرع ومين اللي هيصنع ومين اللي هيحوس ومين اللي هيامن؟ فالقضيه قضيه الثواب لا ترتبط لا بالشهاده ولا بالاسم ولا بالوظيفه. زي النبي ما قال التقوى ها هنا. انا بقى نيتي ايه؟ كل اللي فيها ان انا اشوف اللي يرضى ربنا اعمله واللي ما يرضيش ربنا ما اعملوش. انا عيني على مرضات ربنا ونيتي على مرضات الله عز وجل. واللي اكدنا فيه ان مصالح الاوطان جزء اصيل من صميم مقاصد الاديان، واهل العلم على انه حيث تكون مصلحة البلاد والعباد فهذا شرع الله عز وجل. حقيقة انا كان بودي ان يكون الحديث اكثر اتساعا، ولكن قدر اليوم عندنا ضيوف من خارج مصر وبنطلق مشروع 100 عالم، 100 انتقيناهم من بين الائمة المتميزين واعددنا لهم برنامجا خاصا توعويا في ضوء هذا الفكر المستنير. بنينا منظومة فكرية في احنا خلال فترة 6 سنوات الاخيرة الحمد لله صرفنا، بس عشان تطمنوا ان احنا ان الدولة في خدمة الدين وليس ضد الدين بل في خدمة الدين الصحيح، احنا صارفين على عمارة المساجد فقط سواء من موازنة الدولة او مواردنا الذاتية، ملناش علاقة بالجهود الذاتية، والجهود الذاتية بتاع الناس دي حاجة تانية اللي الناس عاملاه. اللي صرفناه كوزارة احنا 2.8 مليار جنيه، 2 مليار و800 مليون على عمارة المساجد في 6 سنوات الماضية. واستطعنا ان نخرج مثل المؤلف اللي في ايديكم ده 140 مؤلفا ومترجما، 64 مؤلف و76 مترجم. بنينا منظومة فكرية، بنينا نخبة متميزة، لكن كما قلت في آخر لقاء شرفنا فيه بحضور سيادة الرئيس في احتفال الوزراء بالمولد، دورونا في المرحلة المقبلة ان احنا هذا الفكر يتحول من ثقافة النخبة الى ثقافة مجتمع الى ثقافة أمة. ولذلك لو حد فيكم زار المعرض الكتاب في الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة عملنا سلسلة شبابية فكرية ثقافية، انا بتوقع انها تكون افضل سلسلة دينية في القرن 21، اسمها سلسلة رؤية. اخرجنا منها 7 كتب، فقه الدولة وفقه الجماعة، منها الكتاب اللي بين ايديكم ده ضلالات الارهابيين وتفنيدها، حماية دور العبادة، بناء الشخصية الوطنية، مفاهيم يجب ان تصحح في فقه السيرة والسنة، نحو استخدام رشيد للمياه، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب. صدر 7 اصدارات وبتتباع بثمن زهيد جدا، 5 جنيه و 4 جنيه بعد الخصم، يعني 7 كتب ب 28 جنيه وقصد ان يكون في متناول اي حد، وكتاب طبعا كده شبابية تقدر الطالب او الطالب يحطها في الشنطة، ده موجود في الهيئة العامة للكتاب. ولو حد في حضراتكم زار جناح المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ايضا في قاعة دين اظن قبل اخر مش كده قاعة 2، هيلاقي كل هذه المنظومة وكل الكتب. احنا لا جهة طبعا لا تهدف الى الربح وانما الى التثقيف، عاملين 20 كتاب من كتب تجديد الفكر الديني للائمة بسعر رمزي 100 جنيه، بحيث ان احنا هذا الفكر وهذه الثقافة الرشيدة تصل على اقصى نطاق. بنعمل الان مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وان شاء الله في العام المقبل هيكون في بكواة جديدة في مناهج التعليم في هذا التفكير، وايضا هذه الكتب مطروحة على بنك المعرفة، وهنتيحها ان شاء الله على موقع قطاع السجون ان شاء الله او وزارة الداخلية لمن يحب ان يطلع عليها.
أنا بأشكر حضراتكم جميعا وسعيد أنني كنت معكم. نشكر.